وسط مشاركة الآلاف من أنصاره وجماهيره، حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية التواصل ينظم بولاية نواكشوط الجنوبية مهرجانا انتخابيا حضره مرشح الحزب على اللوائح الجهوية والبلدية والتشريعية بالعاصمة نواكشوط. وصف بعض المتابعين المهرجان بالأكبر منذ بدء الحملة الانتخابية الممهدة للاستحقاقات الجهوية والبلدية والتشريعية. رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية التواصل عد الحشود التي حضرت مهرجان العاصمة نواكشوط والمهرجانات التي نظمها الحزب في الداخل دليلا على ارتفاع حظوظ فوز الحزب في الاستحقاق الانتخابي، ذاكرا أن الرسائل التي أراد الحزب بعضها للمنافسين والمناضلين قد تحققت. كانت الرسالة الأولى رسالة الافتتاح المدوي بالجمع الكبير، ثم توالت الرسائل من كيفة، من الطينطان، من العيون، من تنبطلة، من النغمة، من بوكة، من بابابا، من كيهيدي، من الكصيبة، من سيلي بابي، من كل ربوع هذا الوطن الحبيب. قالت هذه الجموع في رسائل واضحة وصريحة إن الشعب الموريتاني يتعلق بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية. على حين انتقد مرشح الحزب للدوائر الانتخابية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية للفئات الهشة وللنساء العاملات في بعض المهن الحرفية على وجه الخصوص، مشيرين إلى أنهن يكابدن لتأمين قوتهن ويتطلعن للارتقاء بظروف عملهن. أقول للتي تسحر على كسكس وقاعدة تحايم باع وفترانة فيه وبارمت التحميس والله النهار ومتعبها وتختار تختاروا عن الطلبة وتختاروا عن شماهم الطابق، قاعدة ترجع ينباع عني لا يعود لها نصيرة إن شاء الله. مرشح الحزب لجهة نواكشوط تحدث عن مقاربته ورؤيته للنهوض بالعاصمة، مبينا أنها تختلف مع الطريقة الحالية التي تدار بها جهة نواكشوط، ومتعهدا بالتعاطي مع مختلف المنتخبين المحليين في ولاية العاصمة. ما نقدر نعود عاصمتنا ساكنها ربع سكاننا والله ذو نفسهم، وهي واجهة على الخارج وتعود مردومين، لكن فيها من قدرهات الماهو ياسر بالتراب ومردومين شوارعها بالغبرة وساحاتها، لكن ما انقصر منهم مردوم بمباضيد، وتعود ما فيها صرف صحي ولا فيها نقل عمومي نافع ولا فيها أي بنى تحتية ثقافية ولا ترفيهية ولا عندها اهتمام بالبيئة ولا عندها اهتمام بالثقافة ولا عندها اهتمام بمستقبلها، هذا ما تقدر تطل فيه مدينتنا. ولم يخفي الحزب انتقاده بشأن ملف نزاهة وشبابية العملية الانتخابية المنتظرة، عادا منها التهجير الانتخابية في بعض مناطق البلاد، واصفا إياه بالتهديد الذي يقوض السلم والأمن الاجتماعي. متدخلون على منصة المهرجان الخطابية حثوا على التعبئة والتحسيس استعدادا ليوم الاقتراع من أجل كسب رهان الاستحقاق الانتخابي. وقد سبقت المهرجان جولات انتخابية نظمها حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية التواصل في الولايات الداخلية، وأكد قادة الحزب وممثلوه أنها أبانت عن تعلق سكان المناطق المزورة وتشبث المواطنين فيها بحزب تواصل ومشروعه الإصلاحي.